جميلة، ونتمنى إن شاء الله نتعاون مع بعض لنوصل الرسالة هذه للجيل القادم إن شاء الله. وأنا معاكم أخوكم ناصر العذية، يعطيكم العافية. خاصة بالسلام، والسلام نتمنى جميع منهم جميع دول المنطقة ويمتد إلى باقي دول العالم. الفكرة بدأت من هنا، من قطر بلد الأمن والأمان، وإحدى الدول المهمة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. نتمنى أن تعمم هذه الفكرة على جميع الدول، وأن يحذو شباب العالم حذو نادي تشيرنوفيل في الاقتداء بهذه الفكرة وتعممها في بلدانهم حتى يعم السلام والأمن في مختلف دول العالم.